يلا يا شباب لبرا، طلعوا كلكم لبرا، لأنه صار لازم نحكي على انفراد. هذا هو المكان اللي بتواجد فيه الزلمة اللي حكينا عنه. بفهم هون هدفنا. جلال بياع الكباب، أنا بنام وبفيق مع هذا الزلمة من سنين طويلة، لهيك حبيت خليك تشوفه بعيونك وتعرفه منيح. شو في؟ تعال تعال عجل، امشي معي ولا تحكي. بابا جلال بترجاك، بابا أنا بعتذر منك بترجاك. الخد الأحمر، سكر الباب. أنت بتمهر بابا. بابا، بابا جلال. جلال، في شي؟ شو اللي عم بيصير؟ أوه حضرة المدير، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بهالمطعم المتواضع. قلت لك شو عم يصير هون يا جلال. هو بيحكي لك. شو صاير؟ ما في شيء، كنا عم نحكي بالشغل وبس. فيك تشرح لي شو هو الشغل اللي تركه على ركبك لتحكي فيه؟ عليه ديون بالسوق، كان عم يترجى لبابا يساعده ويوقف معه، صح كلامي؟ ايه بالضبط هيك. ليك خليني اعرفك على مدير فرع التنظيم المعروف كتير. ايه بس لحظة، انتو اتنين بتعرفوا بعض صح ولا لا؟ هلا صار مثل ما قلت لك ورجعت لأصلك، انت هيك صرت بتشبه حالك. انت ما بيحق لك تحكي ولا كلمه، دموع امي شاهدة على وساختك. انتبه منيح على الكلام اللي عم تقوله. انت لا تتدخل ابدا. شو بفهم انه ممكن تطوس علي؟ اسمعني، انا لحد هذا اليوم ما اذيت اي حدا منكم، ولما اوس على حدا تاكد انه بيكون بيستاهل. واسال معلمك. حضرة المدير، اللي شو بدك من هذا الشاب؟ دمرت له حياته، ما بكفي يعني؟ طلعت مو مدمر له حياته على الفاضي. شوف، هاي أجل عندك بأول فرصة صحت له، على الأغلب ما أجل هون ليأكل كباب. شو رح يصير؟ رح تفصلني كمان من هون حضرة المدير؟ أوه، معقول لسه ما تعلمت لهلأ كيف بينحكى مع الرئيس ومع الشرطي؟ تعال معنا نعطيك درس. وانت تعال معنا، يمكن في شغلات ما قدرت تقولها هون صح؟ تحكيها لما نكون على انفراد. ايه حضرة المدير، بروح معكم بروح معكم. وهلا شو بدك تعمل؟ اسمعوني منيح انتو الكل، ليكون عبرة كرم يلماس صاحب المركز الأول بأكاديمية الشرطة عم يشتغل مع المافيا. رح تضل هون ليرجع عقلك لراسك، وإذا ما رجع وقتا نحن منعرف شغلنا معك. بس كنت عم بسأل حالي، واحد بوساختك كيف بيقدر ينام بالليل؟ أخذوا على الحبس خالتي فتون. يا ربي ساعدنا، اللي ابني مجد هن ليش أخذوا كرم على الحبس؟ مجد رجع لشغلك. حضرة المدير بترجاك، شو عم بيصير هون؟ شو عم يصير يعني؟ انتي ما عم تعرفي تربي، كل عيلتك صارت مصيبة. يا طيب اللي شو القصة، شو عمل هالمرة؟ كرم ما إله علاقة، ولو سمحت لازم يطلع من السجن، ما بيحق لكم تتعاملوا معه بهالطريقة. مين انتي يا بنتي؟ انا محامية كرم. قلتي محاميته؟ حضرتها محامية للمافيا، باعتبارها مهتمة بقضايا جلال بياع الكباب.
أنا بدي أشوف موكلي هلأ إذا خلصتوا استجوابه حضرة الشرطي. أنا مو شرطي، محقق يا حلوة. عفوا؟ روح طلعوا من الحبس، خليهم يعملوا يلي بدهم إياه، بس المهم إنهم يبعدوا عني. افتح لي هالباب يا ابني. طلعوك. عن جد مسكينة أمك، عم تعاني بسببك. ابني ابني انت منيح؟ منيح امي، ما فيني شيء. شو هالشغلات اللي عم تفوت فيها يا ابني؟ ما في شيء بيخوف، لا تخافي علي على الفاضي. شو على الفاضي؟ رح ضل عم بستناك على باب السجن كل يوم والتاني؟ انت هيك عم تظلم حالك وتظلمنا. طيب يلا امشي نروح على البيت وبنحكي هنيك. كرم لا تطلع فيني هيك، ما رح اتركك ابدا، لا تنسى، مفهوم؟ يلا. طيب يلا خلينا نروح. فينا نحكي شوي؟ ايه طبعا، روحوا على السيارة وهلا بلحقكم. وهي طلعت. شكرا. لأن بابا جلال بعتني لعندك. مشكور. تعرف بعتني المرة الماضية، بس هالمرة في فرق. شو قصدك؟ قال ما رح خلي يوسف يمسك كرم، روحي طلعي. كمان كان بده اياك تعرف شغلة، انك ابنه من هاي اللحظة اذا بدك. هو ما بيقول هاي الجملة لحدا بسهولة. طيب شكرا. خليتهم يجيبوا لك السيارة اللي صلحتها، شوفها. عمر، أنا رح أتركك، بس بالأول حابب أني أقدم لك عرض صغير. اسمع، في مشكلة واضحة بينك وبين جلال، واضح عندك مشكلة معه. قلي كل الأمور اللي بتعرفها عن اللي اسمه جلال وأنا رح أحميك منه، ماشي؟ حضرتك مبين معك شيء أنه أنا شكلي واحد عديم الشرف؟ أنت مفكر إنه الشرف رح يخليك تعيش بعد ما تطلع من هذا الباب؟ ليك أنا بعطيك الضمانة، رح نحميك، ما حدا رح يلمس شعرة منك، بس أنت كمان. بس أنا كمان رح أحكي لكم عن جلال، صح؟ مستحيل، ما عندي شيء أقوله. مع السلامة يا بطل. اللي بيوقع حاله ما بيبكي. أنا إذا ما بدك مني شي فبدي. مجد استناني دقيقتين، عنا شغل. أمرك. هون؟ ما جبنا الخبز، نسينا الخبز كمان، يلا رح روح جيبه.
يسلموا هالإيدين، الأكل بياخد العقل. فيها العافية. ليش ما عم تاكل ابني؟ أكيد بيكون أكل برا. ألو. ألو. نعم. نعم. ماشي. ماشي، بعرف المكان. بدي لأوصل نص ساعة. شو في يا روحي؟ نص ساعة وراجع. ما رح أتركك تروح. أمي لازم روح. لا، لا تطلب مني هالشي. ما رح أتركك تروح. خلصنا أمي، إذا وافقتي أو لا أنا لازم روح. طيب كرم روح، بس على الأقل مو اليوم، بلا ما تنزعلنا مرأنا. أنتي لا تتدخلي بعدي أمي. لك شو بكون خلصوني بقى. عم تطلع مثل أبوك بالضبط هلأ ابني. يلا احكي لي، احكي لي يا ابني شو اللي عم بيصير معك هلأ؟ ما في شي، عندي شغل ولازم روح. بس هذا مو شغلك وهذا مو انت. قلتلك لا تتدخلي، مفهوم؟ تركي روح اعمل شو ما بدك. يلا روح ابني، بالتوفيق. أساساً أنا تعودت على الغياب. أنت وغيرك. يلا روح خلصني. يلا أنت فيك تروح وين ما بدك. ما عم تسمع؟ يلا روح امشي. يلا روح. أمي خالتي فتو، تعالي امشي نطلع لفوق، ولا تقلقي رح يرجع.
حضرة المدير؟ بابا جلال بطلي ابني حبيبي. بيوم حفلة التخرج فكرتك رح تقوص علي عن جد يا كرم. أنا بالغت شوي لحتى أقنع كل الموجودين. مستحيل ما رح مرق لك ياها. كرم استنى، نحن لسه ما خلصنا حكي. انت الشاب اللي عم دور عليه، رح اقدم لك عرض كتير حلو. رح فوتك بعصابة جلال دومان ورح اصير عميل سري للشرطة. وكيف رح تقدر تعمل هيك؟ نحن منعرف كل شي عن جلال دومان وعن شغله من فترة طويلة، بس ما عم نقدر نمسكه لأنكم ما عم تقدروا تخترقوا عصابته من جوا. انت هو أملنا الوحيد لأنه بيعرف أبوك. وكيف رح أقدر فوت؟ الخطة رح أفصلك من الأكاديمية بحجة ماضي أبوك البشع، وهي الخطة لازم تمرق عليه لجلال. لهيك لازم تسحب سلاحك علي بيوم التخرج. بس هيك رح أنسجن. مظبوط. بالسجن في شاب اسمه حسن الخض الأحمر، هو زلمته لجلال دومان. رح نحطك معه بنفس الزنزانة. أول شي لازم تكسب ثقته وبعدين بتكسب ثقة جلال. ما بقدر سيدي. لازم تساوي هيك يا كرم، انت فرصتنا الوحيده لانه ما عندنا اي طريقه تانية لحتى نقدر نمسكه. بس هون في مشكله، انه انا عندي ام رح تبكي علي. لا، وهي الام عانت كتير وتعبت علي وعلى دراستي لحتى اوصل اللي وصلت له هلا. هي عم تستنى اليوم اللي اتخرج فيه والبس البدله. كيف بدك يعني ساوي فيها هيك؟ عم ترفض اللي عم بطلبه؟ هذا المجرم هو هدفي، أنا لهيك صرت شرطي. وأنت هلأ عم تكلفني بمهمة إني أشتغل عن جلال دومان. عم تقدم لي إياه على طبق من فضة، يعني هذا حلم إلي. لكن شو المشكلة؟ ما في عندك طريقة تانية؟ بلى، فيك تعمل مثل ما عملت أنا، تكافح مشان شغلك وتعطيه كل شيء لعشرين سنة وبالأخير ما تطلع بنتيجة. قرار هلأ بإيدك. أنت نجحت بأهم وأكبر مهمة بتاريخ الشرطة والمافيا. شوفي، مو مبين عليك أنك مرتاح لأنه ما قدرت جيب لك هذا اللي اسمه عمر. لقيت أنه لازم أخذ روحه لهالزلمة باعتبار أنه حرق قلبه لملك. لا تخاف علي أبداً، أنا ما حدا بيقدر يحرق لي قلبي. طيب مين أنتي؟ أنا من الأجداد يلي إجوا. شو اسمك؟ هلأ أنت شو بدك باسمي؟ إذا بدك اللي ملك. تربيتوا مع بعض وكبرتوا مع بعض يا أولادي، بس للأسف ظروفنا كتير تغيرت. هي آخر مرة رح تشوفوا بعضكم فيها. بس ما في داعي إنك تبكي لأنك ما قدرت تشوفني. تفضل امسح دموعك منيح بهي. وإنتي إمتى شفتيني عم ابكي؟ قولي لشوف. حبيبي يمكن كانت برا عم تمطر يعني. أخذكم أنتوا اتنين من شوارع البلد، درستكم بأحسن المدارس بالعالم، بس مشان أوصل لهذا اليوم. شكرا بابا. نحن ما منقدر نوفيك حقك. تقدروا توفوني حقي، بكفي إنكم تعملوا اللي بطلبوا منكم. لو شفت هداك اليوم قالت لي إنه أنا ما عاد أعرفك.
نظرة عيونك صايرة مثل أبوك، ومع هيك ما قدرت إلا مو مثل مالك مفكرة أمي. ابنك أبدا مو سيء. ما منقدر نوفيك حقك، عم تمشي على النار برجليك فداء لقضية بتخص بلدك وناسك. أنا ما عندي مشكلة بهالشي أساسا، أنا من زمان كتير النار حرقت لي قلبي. ما في شي بيخوفني بنوب، متأكد إنه رح يجي يوم ونخلص. جلال دومان واحد واطي، وأنا بوعدك إنه خليه عض أصابعه من الندم. قلي لشوف في مشاكل من ناحية يوسف شي؟ بنوب ما أنا حاسس بشي وما رح يحس بشي أبدا. من اليوم ورايح رح تكون لحالك، ما رح يكون في معك حدا، بس اوعى تنسى هن الخواريف وانت الذئب اللي رح ياكلون. خليك مخوفون. رح نخليه يفكر انه نحن ناس فاشلين، عادي مو مشكلة، يعني خليه يفكرنا خواريف ماشية وراه. وهون ببلش دورك، ساعتها انت لازم تحاول تخليه يحبك مثل ولاده واكتر كمان، لدرجة انه ما يقدر ياكل ويشرب الا معك. وبهي الطريقة هو رح يأمن لك على كل أسرار شغله وعلى كل شيء بيملكه بهاللحظة بالذات. كرم أنا متأكد رقبته رح تكون بين إيديك. بدي إياك تقلي كل شيء بتعرفه هلأ. قلي بقى. قلي صرت جوا. إيه صرت جوا. يلا حكيلي لشوف يا كرم، انت صار جوا؟ ايه صار جوا. صار لازم اقول لك شو اول مهمة بدي اياك تنفذها. بدي اياك تلاقي لي عمر يا ابني. وكيف رح لاقي؟ اذا يوسف لساته مثل ما بعرفه لازم يكون عم يراقب عمر كل الوقت. عمر اموره تمام؟ تمام لا تخاف. وهلأ عم نستنى جلال يعلق بالشبكة مثل السمكة بالضبط. عمر انت حركته وخليته يتخانق مع الخد الأحمر؟ ايه. بس عرضت ملك للخطر مو؟ أنا مستحيل خلي بنتي تتأذى بأي طريقة يا مجد. ما عندي شك. أخذها الخد الأحمر من دون علمي مشان يقول إني ما قدرت أقتله. تمام المطلوب؟ هلأ مطلوب منك تسلمني عمر وبس. Tek başım.
صباح الخير. أهلين. شو كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. ممتاز. صباح الخير. كيفك؟ مرحبا يا شري. يلا موسى أسرع أسرع أسرع. المدير جوا؟ أيوه. تفضل. أنت طلبتني سيدي. طلبت إنك تشوفني؟ طلع حواليك شو شايف؟ خروف ميت. هون في أكتر من خروف ميت، اطلع منيح. شو شايف هون؟ شايف رجاله لجلال. في صورة لشخص واحد هون يا مجد. لما بتطلع ما بشوف غير هذا. جلال بيع الكباب. كل معلومات جلال موجودة هون. ما تنسى. تأمر حضرة المدير بالإذن. هون في قطعة لحم آسية طعمتها مو طيبة وما بتنبلع. هون في لحمة الشوي ما بتشبع منها أبدا. بس كل اللي قلت لك إياه ما حدا بيعرفه إلا إذا كان معلم بالشغل، وغير هيك هي رح تضل قطعة لحم عادية ما بتتاكل وما بتنهضم. وأنا لما أطلع بعيونك بقدر أشوف الجوهرة اللي جواتك بوضوح. بتمنى هالساطور ما تستعمله لطالع الجوهرة اللي جواتي. عن إذنك معلم. تفضل. ايه ليلي تعال على البيت بسرعة. ما بقدر امي، عندي شغل. شو بك كرم، لو ما في موضوع مهم ما كنت حكيتك. تعال لعندي. ماشي امي، ما بطول. خير شو فيه؟ بعتذر، انا لازم اروح على البيت. صاير شي مو منيح؟ ما بعرف، الافضل اني روح شوف شو فيه. بالإذن. مرحبا يا شريك، انت كمان اخذت شغل من المدير؟ ايه والله. اي كأنه هالبنت كتير حلوة. هاي البنت لازم تكون ملكة جمال او عارضة ازياء، مو عم تشتغل مع المافيا. تخيل انها عم تمشي على المسرح قدامك ولابسة ثياب سباحة وبس. ايه انت رح تتفلسف وتحكي عن السلام والامن العالمي ودول العالم الثالث، ورح تعطيها علامة كاملة. مجد لا ترد عليه، هاي البنت كتير خطيرة، تواجهنا أكثر من مرة، كتير شايفة حالة، مفكرة حالة أهم وحدة بالعالم، لازم حدا يكسر لها هي النفسية. وهذا اللي رح يصير يا موسى، لا تخاف. بنت جلال انتبه منها لأنها مجنونة أكثر منه. ونحن تعاملنا مع مجانين كتار وهن ما بيعرفوا كيف أنا بشتغل. بالإذن أنا رايح. مع السلامة. خير أمي، شوفي. هدول آخر أغراض لأبوك، لقيتهم الصبح قدام الباب. طيب مين جابون؟ ما بعرف، حدا حطهم قدام الباب بدون ما يترك اسم ولا حتى رسالة. أيوة،
برأيك مين خطر له يبعتهم بعد كل هالسنين؟ كرم ابني، شي يوم رح يبعثوا لي اغراضك بصندوق مثل هاد، رح يجي حدا يترك لي اغراضك قدام الباب ويروح. لا تحكي هيك امي. لا تقلي لا تحكي هيك، انت ما بيهمك اللي بقوله بنوب ما هيك؟ فتحتي يمكن يكون في شغلات مهمه. شو هالشغلات المهمه اللي رح تكون بصندوق مثل هاد؟ حتى لو كان في شغلات مهمه خذهم كبهم واحرقهم وساوي اللي بدك اياه. يا ابن مجيد، بابا مو جاي يشوفني؟ مين هو أبوك يا حبيبي؟ قلي. شوفير الشحن مجيد. أكيد بيكونوا خبروه يا ابني، بس بصراحة ما بعرف إذا رح يجي. تعال نروح ابني، أكيد ما رح يجي. رح يجي أمي، هالمرة رح يجي، بس هو مو مهتم فينا. يلا خلينا نروح. أمانة يا أمي، أنا كثير حابب شوف أبي. بابا شو جابكن؟ أنا ما أجيت مشاني، أجيت مشان الولد اللي لسه لهلأ عنده أمل فيك. لا تطول. أنا خليت أمي تشتري لي شاحنة تشبه شاحنتك مزبوط؟ أنت كأنك ولد ما بتفهم أبدا. أنا كم مرة صرت قايل لك ما بدي شوفك هون. بابا أنا مشتاق لك، شو بدك يعني أعمل؟ بس أنا ما بشتاق لحدا، وكمان جايب لي معك هاي المرة لهون، هي آخر مرة بتشوف فيها. فهمت علي؟ أنا ما عاد بدي شوفكن. إذا هيك أنا ما عاد بدي إياك كمان. حتى لو احتفظت باللعبة انت مالك ابي. لو احتفظت باللعبة انت مالك ابي. طيب فيني اقول لك سر؟ سومر مو ميت. انت كيف عرفت؟ عم شوفه باحلامي. اجيت لك اني راح اخذ واحد من اولادك، بس انت اللي لازم تقرر اي واحد منهم. الزلم اللي شايفه جوهره وجه سلاحه عمديره، والكلب اللي بيعض صاحبه صعب كتير انك تستفيد منه. اسمع شو بدي اقول لك. بابا حابب انه يشوفك، بس مو بالمستودع هالمرة. تاع البيت أنا بعرف منيح شو عم أعمل. أنت حكي لي عن أخي لشوف لساته عايش ولا لا. كرم كرم
اسمعني شو رح أقول، لازم تهدى، ما بتعرف إذا لساته عايش. لا عارف وينه إذا عايش، ولا عارف وين أبنه إذا ميت، ما بدي غير هيك. هذا كله حكي فاضي، كل همك إنه ما تفشل الخطة اللي أنت حطيتها. شو هاد ابني؟ أعطيني الموبايل والمفتاح كمان. لا يا كرم، أعطيني إياهم.